شكرا لك محمد، وأعزائنا المشاهدين وصلنا لختام فقراتنا لليوم، خلوكم معنا. بسبب جائحة كورونا والتدابير الوقائية في تركيا اللي كان أحد إيقاف النشاطات والفعاليات الرياضية ومن ضمنها الدوري السوري في تركيا، اليوم الدوري السوري رجع لعشائه وجمهوره، رجع الحماس للفرق السورية، وهالدوري يعتبر تجربة فريدة من نوعها خاصة بالسوريين، وللسنة الثانية على التوالي بتشارك أندية وفرق سورية بمهرجان كروي، لكن هالمرة بشكل أكبر وأوسع على كافة الأصعدة. شو الهدف من إقامة الدوري وشو أهم الصعوبات يلي واجهت النادي لحد هاي اللحظة؟ خلونا نشوف المادة التالية يلي أعدها فريق البرنامج ونرجع نبدأ حوارنا. نتشكر اللجنة القائمة على المباريات دوري الدرجة الثانية، وأمل كل لاعب سوري طبعا دوري التركي إنه يلعب يصير بالدرجة الأولى، ونحن أمل طبعا كل لاعب يلعب درجة الأولى ويصير لاعب كويس وكذا، وإن شاء الله نقدم مباريات حلوة ونقدم أخلاق حلوة بالمباريات، ومثل ما تفضلت يعني وشباب بيعرفوا أن أنا كنت ألعب بنادي الشرطة في حلب درجة أولى، والحمد لله إن شاء الله نكون على قدر استطاعة المباريات، ونشكر الحكام طبعا هون واللجنة المقدمة واللي قايمة على الدوري التركي، طبعا هو السوري التركي. نحن فريق شباب الهيبة مشاركين طبعا دوري الدرجة السوري الدرجة الثانية، طبعا هذا الأسبوع نحن استراحة، الكل بيعرف مشارك 7 فرق بهذا الدوري وفرقة واحد راح يطلع للدرجة الأولى. نحن اليوم عم نشوف كان الوضع جيد يعني بالنسبة للمباراة الأولى، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لجميع الفرق واللاعبين والمدربين. الدوري بشكل عام فكرة كان جيدة، لم الرياضيين اللي السوريين في تركيا بشكل عام، سوينا دوري منظم، دوري فيه درجة أولى وثانية، في مستويات جيدة بالدرجة الأولى. طبعا الدوري كان بإشراف الكابتن عبد الله الناصر رئيس اللجنة، سوينا دورات تحكيم، أنا من الحكام اللي هون سوي دورات التحكيم، وصار عندنا مباريات جيدة وصار في عندنا مستويات جيدة، وهذا الموسم الثاني الحمد لله بنجاح ماشي والأمور جيدة يعني بالرياضة. الله، هو أنا لسه ما بلش دورة يعني لسه أول لعبة بالدورة وهي، بس بظن تنظيمها إنه بتكون كويسة ومناسبة لكل الفرق اللي بيلعبوا، إن شاء الله تكون دورة متكاملة من كل شيء. وجذبني إنه ضميت مع هدول الشباب فريق في تمارين، في يعني ممارسة كرة القدم، وحبيت أدخل فيها. عندي فريق نجوم حلب بالدرجة الأولى، وحضران هاي المباراة لأشوف إذا في لاعبين كويسين لحتى نستدعيهم للدرجة الأولى عندي وتعاقد معهم. ودوري الحمد لله رب العالمين صار هاي الموسم الثاني وداخلين على الثالث، والحمد لله كل الأمور تمام كلها جيدة وما في تقصير من المنظمين نهائيا بإذن رب العالمين بالتوفيق. يعني فيما بعد أنه ممكن أنه نضم لفريق تركي مثلا، يجيك داعم يجيك شيء مثلا تنضم له هون، يعني بما أنه كله سوريين كلياتنا نعرف بعضنا مثلا، يعني ضمن الأصول، بس طبعا كله ضمن الأصول، وكلياتنا بإذن الله محبتنا بتجمعنا بين كل العالم والناس. هاي هي فعليا انت هذا الدوري بالنسبة لك خلينا نقول نقطة بداية، وطموحاتك أكبر بكتير. بالضبط نقطة بداية هالدوري كلياته وبالنسبة لنا كلياتنا طبعا. وللحديث أكثر عن هالموضوع بيسعدني استضيف السيد عبد الله الناصر، حكم دولي سابق ورئيس اللجنة المنظمة للدوري السوري في تركيا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير إليك، صباح الخير لكل مشاهدين قناة حلب اليوم. أهلا فيك، شكرا لحضورك معنا بشباب ليك. إن شاء الله تكون إضاءة إعلامية مفيدة على الرياضة السورية في تركيا وفي بلاد المهجر. بداية أستاذ عبد الله، لو تحكي لنا عن بداية الدوري وكيف تم وضع حجر الأساس بتركيا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً بداية الدوري كانت من حوالي 3 سنوات مع قدومي للأراضي التركية. طبعاً كانت الأمور في فوضى كثير يعني بالنسبة للرياضيين السوريين هون المتواجدين على الأراضي التركية. الفكرة، الهدف منها هو بناء رياضة متكاملة، بناء كرة قدم على أسس متينة وصحيحة وعلمية. طبعاً بناء الرياضة، بناء مفاصل الرياضة كلها، يعني بناء المفاصل اللعبة اللي هي اللاعب والجمهور والإداري والمدرب والحكام، كل مفاصل اللعبة بما فيه الإعلام كمان.
فنحن عملنا على هذا الموضوع. طبعا البناء هذا لا يمكن يتم الا من خلال دوري منظم، دوري منظم على الملاعب الكبيره بيضم كل الرياضيين وكل الفرق والانديه. طرحنا الفكره على بعض الرياضيين المتواجدين هون، وطبعا اغلبهم اسماء كبيره ولهم يعني وجودهم بكره القدم السوريه، لاعبين دوليين او حكام دوليين، واقتنعوا بالفكره انه نحن لازم يكون عندنا دوري منظم. ونحن السوريين يعني عندنا تربه خصبه، يعني نحن قادرين على اقامه دوري منظم فيه نظام داخلي، فيه نظام كشوف، فيه انتقالات، فيه كل شيء يعني مرتب ومنظم. فطرحنا الفكرة، وافقوا على الفكرة، بدأنا نحشد للمنطقة الممكنة. يعني طبعا نحن في إمكانيات مادية ويعني محكومين فيها، فهو الدوري السوري في تركيا المفروض أنه يكون ضم كل الولايات التركية. نحن حتى الآن ضمينا الولايات الجنوبية اللي هي مرسين وأضنة والعثمانية وهاتاي وكلس وعنتاب ومرعش، هاي الولايات الجنوبية، يعني الولايات اللي فيهم سوريين بكثرة، يعني فينا نقول تمام. هلا في سوريين موجودين مثلا بالولايات الشمالية مثل اسطنبول وبورصة وكوجلي وإزمير، يعني في سوريين موجودين هناك. وكان المفروض انه من حوالي يعني قبل موضوع الكورونا انه يتم ضمهم للدوري ويتنظموا بشكل منيح ضمن الدوري، وفرقهم تلعب يعني دوري تصنيف وبعدين دوري درجة أولى وثانية. لكن العملية صعبة، بدها يعني كادر إداري أكبر من هيك موجود هلا، بالإضافة إلى الدعم المادي. تمام. كابتن تفضل كمل. طبعا نحن البداية من هون مثل ما سألتي حضرتك، لما اقتنعوا الفرق الرياضية والرياضيين الموجودين هون بجدوى الدوري وفكرته وشاد راح يكون له مردود إيجابي على الرياضيين، عملنا دوري تصنيف. صنفنا شارك بدوري التصنيف بحدود 60 فريق او 55 فريق بواتا. تم تصنيف 20 نادي منهم درجه اولى طبعا حسب نتائجهم في المباريات، والباقي تم تصنيفه درجه ثانيه. وبعدين عملنا الموسم الاول، عملنا دوري درجه اولى، دوري درجه ثانيه، مسابقه كاس، وانهيناه بنجاح الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الموسم كبر العدد وصار اقتناع اكبر بجدوى هذا الدوري، وصار عندنا بحدود ال 76 نادي، طبعا 20 من درجة أولى والباقي درجة ثانية. وعملنا دوري درجة أولى، تمكن نادي حقيقي سبور من مرسين بفوز الدوري، مثل ما فاز بالموسم الأول نادي سبور من كلس ببطولة الدوري، وحاليا نحن هلا بدوري الدرجة الثانية. بدي تجمع أضنة وبدي بتجمع هاتاي، ومبارح بدي بتجمع مرسين، وقناتكم الكريمه كانت موجوده بالملعب وشافت الامور، ولعبنا ثلاث مباريات بافتتاح تجمع مرسين. طبعا لسه في عندنا تجمع بمرعش، تجمع بعنتاب، طبعا التجمع يضم اكثر من مدينه، يعني مثلا تجمع عنتاب بيضم الاصلاحيه ونزب وكلس، مرعش بيضم العثمانيه، وبالاضافه لمرعش ولنوردغ التجمع بيضم اكثر من مدينه. هلا نحن بدوري الدرجه الثانيه، باقي عندنا الجديد هالموسم اللي هو دوري الشباب تحت 20 عاما ان شاء الله وتعالى، اللجنه مصره على انه هي يكون ضمن رزمانه نشاط هذا الموسم، بالاضافه لمسابقه الكاس اللي راح تكون بنهايه الموسم، وان شاء الله تكون تتويج لجهود الجميع باخراج هذا الدوري بموسمه الثاني والاستعداد لموسم اخر. كابتن، شو هي الصعوبات يلي واجهتكم من لحظه انشاء النادي؟ لو تخبرنا عن هذا الموضوع بعد اذنك. أنسي ألاء، طبعا إذا قلنا الصعوبات بالنسبة للدوري، الدوري صعوباته كثيرة، يعني حتى الدوريات اللي تشرف عليها الحكومات بيكون فيها مشاكل وفيها معوقات، فما بالك نحن يعني غير معترف علينا حتى الآن من أي جهة رسمية. طبعا عم نحاول نحن نفرض هذا الموضوع في عملنا، أنه نحن موجودين على الأرض ونحن دوري قائم في مباريات، في حكام، في فرق، في كل الامور اللي قابله للحياه للدوري موجوده، عم نحاول نفرض هذا الموضوع. اكبر صعوبه مواجهتنا هون حاليا هي موضوع التنقلات، يعني التنقلات نحن هون كسوريين تنقلاتنا محسوبه، يعني بدها امور تنظيميه مثل اذن سفر وهيك، فهذا الموضوع عم يعيقنا. نحن تواصلنا مع وزاره الرياضه التركيه وقلنا لهم على هذا الموضوع، وعدونا انهم يساعدونا، بالإضافة إلى الأمور الملاعب. يعني الملاعب نحن بعلاقات شخصية سواء من اللجنة أو من بعض الأندية في مدنة عم نحسن نأمن موضوع الملعب، أما بشكل رسمي
طبعا وزاره الرياضه كمان وعدونا مثل موضوع المواصلات انه هن يامنون الملاعب. ونحن الحقيقه رغم انه هذا مشكله الملاعب انحلت الى حد ما بجهود شخصيه، لكن نحن نتمنى ان تكون هي تحت اشراف وزاره الرياضه، لانه تامين الملعب تحت اشراف وزاره الرياضه بيتبعوا كثير امور بتهمنا جدا، موضوع سيارات الاسعاف، موضوع سيارات الشرطه، طبعا هذا نظام حكومه تركيه. فنحن ان شاء الله وتعالى موعودين بهذا الموضوع ان شاء الله انه بيلبونا، وبيكون تامين الملاعب عن طريق وزاره الرياضه بشكل رسمي مشان يكون الموضوع منظم ومقدم اكثر، بالاضافه الى موضوع اذن السفر. فهي الامور اكثر شيء بتعيق عملنا نحن هون بتركيا. طيب هل في شروط للانضمام للنادي استاذ عبد الله؟ الشرط الوحيد انه هن يكونوا سوريين. الشرط الوحيد، لانه هذا الدوري السوري، اي انه هذا دوري لكل السوريين. اي فريق سوري متواجد في تركيا بحق له انه هو اول شيء يطلع على النظام الداخلي، يوافق على البنود الموجوده فيه، وبعدين يقدم طلب للمشاركه. طبعا راح يكون بما انه نادي جديد راح يشارك بدوري الدرجه الثانيه بدايه، وبعدين ممكن انه هو يطلع الاولى اذا عنده الامكانيات الفنيه. طبعا في بعض الضوابط والنظم، ابرزها انه النادي مثل ما حكينا انه يكون سوريين، طبعا بحق له لك النادي 3 لاعبين غير سوريين، نحن بنفضل يكونوا اتراك ونشجع على تواجد اللاعب التركي معنا، مثل ما في عندنا كمان بعض الحكام الاتراك اللي الحقيقه كان لهم يعني دور كبير الموسم الماضي في انهاء الدوري بنجاح. سيد عبد الله، بالنسبه للشروط، في شرط محدد للعمر ولا لا للانضمام للنادي؟ لا، الدوري هذا مفتوح. يعني الدوري بدون عمر، طالما اللاعب قادر على العطاء يحسن يشارك بالدوري، سواء كان عمره 20 سنه او حتى 40 سنه، ما في مشكله نهائيا طالما هو قادر على العطاء وقادر انه هو يعطي بارض الملعب. فالعمر مفتوح، لكن مسابقه الشباب تحت 20 عام هي مسابقه سنيه للفئات العمريه، في إلى ضوابط من حيث موضوع السن والعمر وهيك، وممنوع انه اي فريق يخالف هذا الموضوع بتكون العقوبه قاسيه جدا، يعني بصل لحديد شطب النادي او شطب ادارته موضوع عمليه التزوير. طبعا هي تجربه جديده نحن مقبلين عليها، مدركين صعوبتها ومدى يعني الصعوبه الموجوده فيها، لكن لازم نحن نخطي هي الخطوه، لانه ايجاد دوري للفئات العمريه لا يقل اهميه، بل بالعكس بيزيد اهميه عن موضوع الدوري، لانه نحن عمليه بناء الرياضه بتصير من الاساس، يعني من الفئات العمريه الصغيره. واذا مفكرين انه نعمل مستوى كره قدم، يعني يكون الدوري مو بس عمليه رياضه هوايه، لا، عمليه بناء رياضي محترف، لازم نحن ندعم دوري فئات عمريه مو بس تحت ال 20 عاما، لا، تحت 17 عاما وتحت 14 عاما. طيب استاذ عبد الله، بدي اتشكرك على هي المشاركه اللطيفه، كان بودي انه نحن نكمل الحديث لكن الوقت داهمنا، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. قبل ما ننهي، اذا نصف دقيقه بس، تفضل. موضوع بكره يعني ان شاء الله وتعالى نحن بنحقق النجاح فيها، ونحن قادرين ان شاء الله لانه مدروسه كل الامور. عمليه تشكيل منتخب يضم كل السوريين، يعني يمثل كل السوريين الموجودين بتركيا، منتخب سوري قادر على المنافسة، قادر أنه يلعب مع فرق أجنبية ومع فرق أتراك. نحن عملنا كل الأمور الإدارية واللوجستية، اللاعبين جاهزين، جهاز تدريبي إن شاء الله جاهز، حتى الحجز والأماكن الإقامة كلها جاهزة. إن شاء الله قريبا إن شاء الله هذا المنتخب راح يشوف النور. شكرا لك سيد عبد الله، وبتمنى لكم كل التوفيق أكيد لك وللنادي. نحن بنحب نتشكركم مثل ما بنتشكر الجهه الداعمه للدوري، الحقيقه الشيخ امين العساني قدم يعني شيء كثير، وكان سبب رئيسي بنجاح وتطور الدوري. وشكرا لكل المشاهدين اللي استحملونا بهي الفقره الرياضيه. شكرا لك. اعزائنا المشاهدين، وصلنا لختام حلقتنا لليوم من شباب لك، بشوفكم بحلقات جديده ومواضيع هامه، واذا كان في عندكم اي مقترحات ممكن تشاركونا فيها أو ترسلوها عبر الصفحة الخاصة للبرنامج على الفيسبوك، ولا تنسوا تتابعونا عبر المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.